ان الطلب اللي بيطلبه موسى هو نوع من التمرد، وقال متكاسلون انتم متكاسلون، واحنا مش هنسمح اطلاقا للناس ما يتكاسلوا عن العمل، وعلشان تحرموا تفكروا في الامور دي راح مشدد عليهم القيود والاثقال، وقال مش هديكم التبن وانتوا تروحوا تلموا تبن بنفسكم عشان تعملوا الطوب الني المعجون بالطين والتبن. وبدأوا الناس يخرجوا يلموا قش بدل التبن، وكان مطلوب ان هم كل يوم يقدموا نفس الكمية. فنتيجة كده بقى مش قادرين بدأوا يتضربوا، فساءت الأمور بدل ما تتحل. وبعدين قالوا لموسى وهارون ينظر الرب إليكما ويقضي، يعني ينتقم ربنا منكم، أنتم تعبتونا بدل ما تريحون. فرجع موسى يعاتب ربنا وقال له يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ ليه بس معطيني؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. فربنا قال لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، ما تخافش، كل شيء له أوان، فإنه بيد قوية يطلقكم وبيد قوية يطردهم من أرضي. ده اللي فعلا حصل في آخر الضربات العشر. الله أقوى من الكل، إن تمهل فهو لا يهمل، كل شيء عنده بمعاد. يقول في سفر أشعية هل قصرت يدي عن الفداء؟ وهل ليس في قدرة للإنقاذ؟ الله لابد هيتدخل في الوقت المناسب وينقذ شعبه، حتى لو أعطى فرصة للأشرار إن هم يتسلطوا أو يفتروا أو يؤذوا، لكن هذه الفرصة ليست إلى الأبد. هيجي وقت وربنا يوقفهم عند حدوده. يتدخل في الوقت المناسب وبطريقة قوية واضحة عشان اسمه القدوس يتمجد والناس تعرف ان دي يد ربنا. اقول لكم يعني ايه. لو في واحد عيان ومن اول جرعة علاج خف، نقول ده الطب هو اللي شفاه. لكن لما الموضوع يطول والطب يعجز ونروح لأكثر من دكتور ومحدش عارف يعمل حاجة، بعدين تحصل معجزة، نقول مين اللي عملها؟ ربنا. يبان على طول. لو إن الشعب قعد في مصر بدون إذلال ما كانوش هيفكروا في الخروج، ولو جم فكروا في الخروج وفرعون قال لهم مفيش مانع تفضلوا بحريتكم، كل واحد حر يتحرك بطريقته، مفيش قيود عليكم، كان هيبقى ربنا مش في الموضوع خالص. لكن الله أحيانا يسمح أن يكون هناك ضيقات ونفشل في حلها بالطرق الودية والسلمية والتفاهم، وفجأة يدخل ربنا بطريقة واضحة ونقول دي إيد ربنا. فالله يتدخل في الوقت المناسب أحيانا بعد تعقد الأمور عشان يبقى ايده واضح، ويقول لنا هل قصرت يدي عن الفداء وهل ليس في قوة للإنقاذ؟ أقول له لا يا رب طبعا، احنا ملناش غيرك. كل المطلوب مننا فقط أن نثق في الله، حتى لو الأمور اتعقدت أقول دي خطة ربنا. شوفوا أبائنا الرسل مشاعرهم ايه ساعة ما السيد المسيح كان قاعد معاهم في العشاء الأخير ويتكلم معهم
وبعدين فجأة خرجوا إلى جبل الزيتون، وبعدين دخل المسيح بستان جثماني وقبضوا عليه الأشرار. حسوا إن في مشكلة. أعتقد ممكن يقعدوا يقولوا يا ريت المشكلة تتحل بسرعة، وجايز حد فيهم كان بيصلي من أجل إن القبض على المسيح ده لا يتم. أو يقول يا ريت نار تنزل من السماء تاكل الناس دول زي ما حصل أيام إيليا، وما حصلش. جرجروا السيد المسيح إلى بيت حنان وقيافة رؤساء الكهنة، والمشكلة بتتعقد مش بتتحل. وبعدين أخذوه على وش الصبح إلى دار بيلاطس الوالي. جايز يكون في أمل في قلوب التلاميذ أن يكون الوالي الروماني أكثر عدالة من الحكام أو رؤساء الكهنة اليهود، ويقولوا جايز المشكلة لما توصل للوالي تتحل، ويطلع الوالي خيبان وما عندوش قوة ولا شجاعة إنه ياخد موقف عادل. وبعدين تتم إجراءات المحاكمة والأمور بتتطور للأسوأ، وأخيرا جلد المسيح. فيقولوا يا ريت تنتهي القصة عند كده، بيتجلد كفاية الجلد. لكن كمان يسلم المسيح ليصلب، للأمور بقت صعبة قوي. طب في أمل؟ في أمل، وهو رايح للصليب يحصل حاجة وينقذ من الصليب. ما هم مش عارفين القصة، ولكن يتسمر المسيح في الصليب. طب ما في أمل برضه يعمل يظهر قوته وينزل على الصليب وتنتهي القصة، لكن أخيرا مات المسيح. المشكلة بتتعقد كل مات. بعد ما مات المسيح حسوا إن مفيش أمل، فرجعوا حزان. لكن طبعا بعد 3 أيام ظهرت قوة المسيح. أتاري كل اللي بيحصل ده كان اسمه تدبير. عشان كده احنا النهاردة ملناش عذر لما يكون عندنا مشكلة وننحصر جواها كأن مفيش حل. احنا خلاص اخدنا خبرة موت المسيح وقيامته. فقط ثق ان كل شيء ليه ميعاد، ومع الثقة نصلي. في انسان لما تتعقد الامور يقول لك ادي عم اللي مشي ورا ربنا ويسيب الدنيا ويمشي، ويقول ربنا لم ينقذني، انا صرخت اليه كتير وهو مش سائل فيا، ده انا ياما طلبت القديسين ومش واخدين بالهم مني، انا خلاص موضوع القديسين وموضوع ربنا دوت انا مش مقتنع بيه. ثق في الله وسلم له، ثق في الله وسلم له بروح الصبر. هو ده المطلوب فقط. احيانا تكون مشكلتنا من جهة الخطايا، يعني الواحد يكون ممسوك في خطية مش عارف يتوب، فيبقى عنده أمل إن الله يشفق عليه ويبعده عن مجال الخطية ويتوبه ويعفف قلبه، ويطلب كتير ويصلي ويلاقي نفسه بيقع تاني. حقيقة في كلمة في القداس بتعزيني لما بنقول وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. في آخر الأيام، يعني ما فيش يأس. حتى لو كنت جالس في الظلمة وظلال الموت والأيام بتمر عليا والشهور والسنين ومش عارف أخلص من خطاياي، لابد في آخر الأيام هيظهر لينا طالما إحنا محتفظين برجائنا وأملنا في المسيح. فقط ثق. أحيانا تكون المشاكل من جهة علاقاتنا بالناس، حد بيعاكسني، حد بيظلمني، حد بيفتري عليا. نقول برضو كل شيء وليه أوان، والله لابد إنه
مش هيتخلى عننا. في سفر أرميا صحاح 16:21 بيقول: هأنذا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي، فيعرفون أن اسمي يهوى. يعرفوني في الآخر، هيعرفوني. فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب. أنا الرب يعني ما تخافش، ما تخافش. أنت بتتكلم مش مع واحد عادي، أنت بتتكلم مع الرب. هو اللي بيديك المسؤولية، وهو بيديك السلطان، وبيديك القوة، وبيديك المهابة، وبيديك النصرة. صدق، أنا الرب. وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. فعلا لما ندرس في سفر التكوين نلاقي ربنا لما ظهر لإبراهيم قال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. دي جت في تكوين 17:1. وبعدين لما ظهر ليعقوب قال له الله: أنا الله القدير، ما قالوش أنا اسمي يهوى. ويعقوب قال الكلام ده ليوسف ابنه: الله القادر على كل شيء ظهر لي. فربنا كان أعلن ذاته لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بكلمة الله القدير، أو تسمعوها بالعبري، ويريد تحفظوها كلمة إيل شداي. إيل يعني الله، شداي يعني القوي الشديد. إيل شداي. ما قالهمش اسم يهوى. وكأن الله يعلن لنا ذاته بطريقة متدرجة، مش كل مرة زي التانية. يعني مثلا في العهد القديم يعرفوا أن الله مخلص إسرائيل بس، لكن في العهد الجديد عرفنا أن الله مخلص العالم. مش معناها أن الله اتغير، لكن الله بيكشف لينا عن خطته بطريقة متدرجة، بيكشف لينا عن ذاته بطريقة متدرجة. مثلا في العهد القديم فهموا الدرس ان الله واحد، جينا في العهد الجديد فهمنا ان الله واحد وهو ايضا ايه؟ ثالوث. ما كناش عارفين. ايام ابراهيم قال له انا الله القدير، لما جه يتكلم مع موسى قال له انا اسمي يهوى. معرفة الله التي يعلنها لي تتناسب مع حالتي. لو واحد مستهتر الله يقشر له ويوري له العين الحمراء، يقول له أنا الله القاضي العادل. لو واحد ضعيف بيخطئ لأنه ضعيف مش لأنه مفتري، الله يظهر له بصورة الأم الحنون اللي بتعطف على ابنها، زي ما قال معلمنا بولس في رسالة روميا صح 11:22، قال: هوذا لطف الله وصرامته. لطف والصرامة، الصرامة يعني ايه؟ شدة. اللطف لك ان ثبتت انت في اللطف، لكن الصرامة لمين؟ للي يغلط. فالله يعلن لنا ذاته بطريقة تتناسب مع حالتنا. الروح القدس لما حل على السيد المسيح في المعمودية حل في شكل حمامة. نفس الروح لما حل على التلاميذ يوم 50 حل في شكل نار. طب هو حمامة ولا نار؟ المسيح مش محتاج النار لأن هو نار، فحل عليه الروح في شكل حمامة عشان يعلن إن ده رسالته، رسالة السلام. أما التلاميذ
كانوا عايزين نار تشعلهم عشان يخرجوا يكرزوا، فحل عليهم الروح في شكل نار. لو كنت انت نار في خدمتك يحل عليك الروح القدس مثل حمامة ويعطيك السلام، تقعد نار وانت سلام. ولو كنت في حالة برود او فتور روحي يحل في شكل نار عشان يسخنني حسب احتياجي. الله يعلن ذاته لي حسب احتياجي وحسب حالتي. فقال له: أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم. وكأنه بيقول لموسى: بالرغم من علاقتي المتميزة جدا مع أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن أنا النهاردة بميزك بحاجة جديدة ما كانوش هم عارفينها. أنا بميزك يا موسى. تخيلوا أن موسى مميز لأنه عرف كلمة يهوى. أمال إحنا نبقى إيه بقى لما عرفنا أن اسمه يسوع الاسم المخلص، وعرفنا الآب، وعرفنا الروح القدس؟ موسى فرحان بالإعلان الإلهي أنه عرف أن الله اسمه يهوى. أمال إحنا نعمل إيه؟ عشان كده احنا محظوظين لاننا في عصر النعمة وكمال المعرفة الالهية للانسان. كلمة الاله القادر على كل شيء معناها انه قادر ان يخلص، قادر ان يتجسد. ايه اللي يمنع؟ ما لو كان الله قادر على كل شيء لكن في حاجات ما يقدرش عليها كنا ما نصدقش التجسد. لكن ايه اللي يخليني ما صدقش ان الله يتجسد اذا كان هو قادر على كل شيء؟ ايه اللي يمنع يعمل اي حاجه؟ احنا شو انت بتعمل ايه؟ يجي يعيش في وسطنا كانسان، نقول له اهلا وسهلا، نقول له احنا مش مصدقين. مش مصدقين ازاي؟ ده هو الله القادر على كل شيء، وقادر ان يعطي شعبه الوعود اللي وعدهم بيها. عشان كده لما كان بيوعد إبراهيم قال له: أنا الله القدير. وأبونا إبراهيم صدق وعود ربنا حتى لما تأخرت، قال له: هديك إسحاق. صدق. وبعدين لما قال له: خد إسحاق اذبحه، صدق أن الله قادر أن يقيم الأموات. لأن الله اسمه إيه في نظر إبراهيم؟ إيل، قولوا كده، شداي، إيل شداي، الإله القدير. فقال: أنا ما خافش، أنا معايا الإله القدير، اذبح ابنك اذبحه. طب وبعدين؟ خسرت ابنك؟ يقول: مش ممكن أخسره، لأن إيل شداي قال لي إن ليك نسل، والنسل ده من إسحاق. فحتى لو ذبحته الله قادر أن يقيمه من الأموات. أما باسم يهوى فلم أعرف عنده. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. كأن ربنا هنا بيراجع مع موسى النبي التاريخ القديم. قال له: أنت عارف ليه يا موسى أنا النهاردة بكلفك تروح لفرعون؟ عشان أنا اتقابلت زمان مع أبوك إبراهيم ومع إسحاق ومع يعقوب، وعدتهم ان نسلهم يسكن هذه الارض، فمش ممكن اسيبكم في الارض الغريبه، لان انا وعدت وانا انفذ. فعلا لما نرجع لسفر التكوين نلاقي اكثر من مره يتكلم الله عن هذا الوعد. قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا: لنسلك اعطي هذه الارض، في تكوين 15-18. وبعدين مرة تانية يقول له: أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان، ملكا أبديا وأكون إلههم، في تكوين 17-8.
ومرة تاني يقول ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. وعد أن يرث الأرض. طبعا إحنا أولاد العهد الجديد بنفهم هذا الوعد بطريقة روحانية، مش إن إحنا نرث الأرض، إن إحنا نرث ملكوت السماوات. الله وعد إبراهيم بميراث الأرض، وإحنا أخذنا هذا الوعد ورثناه من إبراهيم بس بمنظور روحاني، أن نرث ملكوت السماوات. أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. يعني عايز يقول له القصة يا موسى ركز معايا، إن في حاجتين. الحاجة الأولى إن أنا وعدت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولازم أنفذ وعدي، والقصة الثانية إن شعبي تعبان في أرض مصر مش هسيبهم يتعبوا. كلمة تذكرت عهدي مش معناها إنه كان ناس، ولكن معناها جاء الميعاد. زي لما أنت تقول لابنك إيه؟ لما تنجح هجيب لك الهدية الفلانية. فالولد يوم النجاح تقول له أنا فاكر، قبل ما يتكلم بابا أنت وعدتني، قول له قبل ما تتكلم أنا فاكر أنا فاكر. جايز ما بين ما قلت لغاية لما نجح الموضوع ما اتفتحش تاني ولا اتكلمنا فيه، والولد ظن انك انت نسيت او انك تراجعت عن وعدك، لكن مجرد ظهرت النتيجة يتجدد في ذهن الانسان الوعد. فربنا وعد بان يسكن الشعب في ارض كنعان. دلوقتي جه الميعاد، عامل زي آية جميلة في سفر المزامير مزمور 102 آية 3 بيقول أنك تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. والآية دي بنصليها في المزمور السابق للإنجيل في يوم أحد من أحد شهر كياك، لما بنقول خلاص جاء الميعاد، إنه وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد. أنت تقوم وترحم صهيون، الوقت جه. الله لا ينسانا، ولكن كل شيء عنده ميعاد، لكل شيء تحت السماء وقت. عشان كده احنا مش مفروض نستعجل ربنا، ولكن مفروض ان احنا نصلي بلجاجة وباستمرار وقول له يا رب انا عارف انك انت بتخطط وكل شيء عندك بميعاد. قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب. خلي بالكم هنا بيكرر عدة مرات كلمة أنا الرب. أنا يهوى، ما الرب يعني يهوى، علشان يطمنهم. قل لبني إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وأحكام عظيمة. كلمة تحت أثقال المصريين، انتوا شفتوا قبل كده ان فرعون عمال يتقل عليهم وهو نفسه اعترف بانها أثقال وقال اذهبوا الى أثقالكم. فربنا بيوعد انه يخرجنا من تحت اثقال المصريين. اثقال المصريين دي ترمز الى رباطات الخطيه. تخيلوا ان واحد رابطين في رجله كوره حديد تقلها مثلا 50-60 كيلو ونقول له اجري. اجري ازاي؟ ده اثقال. اولا رجله مربوطه، ثانيا في كتله ضخمه، هيجري ازاي؟ هي دي اللي بيسميها رباطات خطيان.
أبونا في التحليل اللي بيصليه يقول قطع رباطات خطايانا. فأنا هأخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم اللي هي عبودية الشيطان وأخلصكم. كلمة أخلصكم هنا حقيقة أول مرة تذكر في الكتاب المقدس في الحتة دي، أخلصكم. قبل كده كلمة يخلص جت مرتين قبل خروج ستة، يعني مرة في تكوين 48:16 لما يعقوب بيقول الملاك الذي خلصني من كل شر وهو بيبارك ابني يوسف. الملاك هنا كان ظهور للمسيح، مش المسيح ملاك، كان المسيح ظهر في شكل ملاك فقال الذي خلصني. والمرة الثانية لسه شايفينها في إصحاح 5 لما موسى بيقول له أنت لم تخلص شعبك. المرة دي بقى ربنا بيقول وأخلصكم. علامة الإله الحقيقي أنه مخلص، لكن لما يكون إله صنم يصرخوا له ولا يخلص. هيخلص إزاي؟ بصوا، إلهنا قدير يخلص لأنه كائن. أدي إيل شداي وأدي المخلص وأدي يهوى. إلهنا القدير يخلص لأنه قدير وهو كائن موجود في كل الوجود، وهو كائن بذاته وواجب الوجود، عشان كده اسمه يهوى الكائن. حكاية يد عزيزة وزراع ممدودة وأحكام عظيمة في حقيقة فعلا زي ما هنشوف وإحنا بندرس في ضربات العشر قد إيه ربنا كانت إيده واضحة جدا وعالية جدا وممدودة وأحكام عظيمة، لأنه كان بيعمل شغل مش ممكن. لما موسى يرفع إيده كده تمتلئ الأرض بالضباب، أو يرفع إيده كده فيبقى الدنيا ظلام الشمس تغيب. فكانت أحكام عظيمة، وقعدوا يترنموا بهذه الأحكام طول الزمان. في سفر التثنية موسى يقول لهم فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، في تثنية 26:8. وإحنا بنسبح في الهوس الثاني في كل يوم في التسبيحة نقول أخرج إسرائيل من وسطهم بيد شديدة وذراع عالية. الله يعمل أعمال تتحفر في التاريخ. ومرة تانية في سفر التثنية بيقول من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. ويرجع في سفر أخبار الأيام الأول يقول أية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا لتجعل لك اسم عظائم ومخاوف بترضك أمما من أمام شعبك الذي افتديته. ونحمية يغني بالحكاية دي ويقول فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يعني الموضوع بقى موضوع تأمل وترنيم وتسبيح طول الزمان. عشان كده أحيانا ربنا بيسمح أن الضيقة بتاعتنا تشتد وبعدين يخلصنا، فنقعد طول الزمان نقول فاكرين نقل جبل المقطم، فاكرين مش عارف ايه، يعني قصص تتحفر في التاريخ. الله لا يترك شعب ولكن يخلصهم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة. ويقول وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم
من تحت أثقال المصريين. جميلة أتخذكم لي شعبا، نحن شعب الله. عارفين يعني إيه شعب الله؟ يعني ملكه. والواحد فينا لما يكون عنده حاجة ملك يحافظ عليها ويحامي عنها لما يجي حد يغتصبها وياخدها ويحميها ويصونها ويعمل لها صيانة كل شوية. احنا شعب الله، مش ممكن يسيبنا. تكونون لي شعب ميراث كما في هذا اليوم. وفي سفر التثنية موسى يقول لهم لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختارك الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. شعب خصوصي، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، قد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. أكثر من مرة وكتير في الكتاب المقدس حكاية أن أنت بقيت بتاع ربنا. ما أجمل أن احنا نتأمل في خصوصية علاقتنا مع الله. احنا بتوعه وهو بتاعنا. تقول الله إلهي أنا، بعدين يقول الله ده شعبي لنا، فديته بدمي واقتنيته لنفسي ميراثي. أتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها. يعني إذا أردت أن تتمتع بامتياز أن تكون من شعب الله، يجب أن تضع نفسك عبد لهذا الإله. لما يكون إحنا عبيده وهو إلهنا، يحمينا بصفتنا شعبه. أكون لكم إلها. ودي قالها الله لإبراهيم زمان في تكوين 17:7. قال أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. يا بخت الناس اللي ربنا إلههم. وفي سفر الخروج يقول وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها. وفي سفر الرؤيا وعد جميل يقول من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. مهم ان احنا نعيش في هذه المشاعر، ان انا ابن المسيح وانا ليه، مش ملك نفس، انا ملكك يا رب. وبعدين يقول اتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. كلمة رفعت يدي معناها وعدتكم، لأن رفع اليد دي إشارة للقسم. لما زمان إبراهيم أبو الآباء راح غلب في الحرب بتاعة سدوم وعمورة، ملك سدوم قال له خد الغنائم. فقال إبراهيم لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض إن أنا ما أخدش حاجة من عندك. رفعت إيدي بمعنى أقسمت. وبعدين يقول رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم إسحاق ويعقوب. هو ده الوعد اللي كان ربنا وعد به إبراهيم أنه يعطيه الأرض المقدسة. ويختمها بكلمة أنا الرب عشان يأكد، يعني البداية والنهاية كلمة أنا الرب عشان يأكد أن الله هو الذي يتكلم فنطمئن. موسى أخذ الكلمتين دول فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا
لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. يعني خلي بالكم، ربنا في الأول كلفه بالرسالة لما راح لفرعون، فرعون قسى قلبه وزود النير على العبرانيين، رجع موسى يشتكي لربنا، فربنا قال له اطمئن ما يهمكش لسه في شغل كتير، وجدد له الدعوة بالرسالة. فراح موسى تاني قال لهم ده ربنا بيقول ما تخافوش هو هيخلصنا، فقالوا له بقول لك ايه بقى، ما تتكلمش معانا كتير، لم يسمعوا له من صغر النفس. صغر النفس يعني احساسهم بالذل والاهانه والضغط، فحاسين ان مفيش مخلص. من صغر النفس ومن العبوديه القاسيه، زي لما كانوا واقفين بره موسى وهارون مستنيين مندوبي الشعب من مقابله فرعون، لما خرجوا قال ينظر الرب اليكما ويقضي، لانكما انتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في ايديهم ليقتلونا. الناس بقت محبطه، لم يسمعوا. صغر النفس احيانا يجيلنا بسبب استمرارنا في الخطيه وعدم المقدره على التوبه، وبعدين الواحد يقول ايه كفاياني كده لازم اتوب، وياخد قرار ويحس ان هو هيعيش في التوبه. مفيش يوم يلاقي نفسه رجع تاني غلط فيتضايق ويقول انا لازم اتوب، ما يصحش الامور تمشي بالمنظر ده، هتوب يعني هتوب، ويبقى في عزيمه قويه ويروح يعترف ويبتدي من جديد. فتره قليله يلاقي نفسه غلط تاني، يصحصح ويقول لازم اتوب، بقى انت تكرر الحكايه مرات كثيره، فيجي له بقى احساس صغر النفس، يقول انا ما فيش فيا فايده، انا ياما قلت هتوب وياما خدت قرارات وياما حاولت، لكن يبدو ان انا من نوع الرضيء اللي مش ممكن يتصلح. ده صغر النفس. يجي واحد بقى يقول له يا اخ فلان مش بتتوب ليه، يقول انا معدني رضيء، انا انسان وحش. عرفت صغر النفس يعني ايه؟ ما عندوش عزيمة انه يقوم. صغر النفس عامل زي ما يكون واحد مريض، واول ما سمع المرض اللي عنده كان عنده امل انه يشفى، وراح لاحسن الدكاترة واداله علاج ورجع من عنده الدكتور امل عنده رائع انه هيخف، الحكاية طولت. بعدين يروح يعمل تحليل يلاقي النتائج أسوأ من اللي قبليها، وبعدين حد يقول له لا ده في دكتور رائع جدا، انت رحت ليه لفلان ده عاديك لواحد احسن منه، يتجدد عنده الامل ويروح للدكتور الرائع جدا دوت ويديله علاج ويمشي من عنده، عنده امل انه يخف، وتمر الايام والشهور ولسه عيان ويعمل تحليل يلاقيه أسوأ، وبعدين في الاخر يصاب بالاحباط بقى. نقول له ده فيه دكتور كويس، يقول له دكتور ولا غير واسيبوني اموت براحتي في بيتنا. طب تعالى تروح المستشفى، مش عايز اخرج من البيت. بقى عنده يأس، اسمه صغر النفس. وحش جدا صغر النفس، لانه يخلي الانسان ما عندوش عزيمه يتقدم لقدام. وطبعا صغر النفس هيخلي فعلا الواحد يقع تحت نير الخطيه لانه مش ناوي يقوم. واحد مدمن، وبعدين يتلموا عليه زملاته الخدام الحلوين ويشجعوه على التوبة وياخدوه في مكان مصحة ويسيب الإدمان ويبقى زي الفل، وبعد شويتين يرجع تاني للإدمان. فإني بنقول له يقول ما أنا بطلت قبل كده وما قدرتش أكمل. طب أنت مش ناوي، يقول ما هعمل إيه أنا كده بقى، أنا كده. دي بتخلي الواحد ما عندوش أي رغبة في إنه يتحسن ويضيع نفسه. لم يسمعوا لموسى وهارون من صغر النفس ومن العبودية القاسية. مش عايزين صوت ربنا. يا أخ فلان تعال أحضر الاجتماع اسمع كلمة ربنا، يقول يا ما حضرنا يا ما سمعنا، فيش أمل فيش فايدة. طب ما أنت كده ممكن تضيع نفسك، يقول لك ما هي ضيعة ضيعة، ما أنا رايح جهنم رايح جهنم. دي اسمه صغر النفس.
طب ليه ما عندكش امل ان ربنا يحسن في وضعك؟ فقد الامل. عشان كده في آية جميلة تقول كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. لازم يكون عندنا رجاء في المسيح. مهما تفاقمت خطايانا او تعقدت مشاكلنا، الله له مخارج. حتى الموت ليه حل عند ربنا. ما يصحش نتعامل مع ربنا بصغر النفس. في فرق بين صغر النفس والاتضاع. الاتضاع ان اجي اقول لواحد انا غصبا عني هغيب المره الجايه، ممكن تدي درس الكتاب مكاني، يقول لي انا ما ينفعش انا ما اعرفش. اقول له لا، خد الكتاب ده اقراه وذاكر منه وحضر العزه وتعالى قولها وربنا يسندك. يبقى جاي وخايف ويقف يصلي ويقول له يا رب اسندني، ما تكشفنيش ما تفضحنيش، ويقف يتكلم باتضاع والناس تستفيد. يقول له كان كلمه حلوه، انت كنت قلقان ليه؟ ده كانت كلمه كويسه واستفدنا كلنا، اتعلمنا. روح القدس اتكلم على لسانك. لكن صغر النفس لما اقول له يقول مش ممكن، ده انا اوحش انسان. طب نحاول معاه نشجعه، مفيش، ويهرب ويزوق. مش اتضاع ولكن احساس بالفشل وخوف من الفشل. فلم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. الآية 10: ثم كلم الرب موسى قائلا. هنا أمر جديد للتشجيع والتأكيد. عايز يقول له أنا اللي بتكلم. قال له إيه؟ ادخل إلى قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. خلي بالكم لما راح له المرة اللي فاتت قال له ثلاث أيام. ثلاث أيام راح موسى، راح فرعون مزود عيار الشغل. فربنا قال له ادخل قل له اطلق شعبي، مش ثلاث أيام هيطلعوا خالص من عندي. قال له الله، إذا كان ثلاث أيام وعمل كده، أمال لما أقول له نطلع خالص هيعمل فينا إيه؟ فقال، فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هوذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلى في الشفتين؟ بني إسرائيل اللي هم من مصلحتهم يخرجوا، اللي هو الموضوع يخصهم، ما سمعوش ولا صدقوا. هروح لفرعون يصدقني؟ خلي بالكم قال ايه: وانا انسان اغلى في الشفتين. العيب مش في فرعون ولا في الشعب، العيب فيا. ايه الجمال ده يا موسى؟ ايه الحلاوه دي؟ بقى انت مش شايف اي حاجه غير ان انت اللي وحش؟ يقول اه. لا اشتكيت فرعون ولا اشتكيت الشعب. لا هقول له فرعون قاسي ولا الشعب عنيد، لكن انا اللي اغلى في الشفتين. مش انا قايل لك من الاول يا رب ان انا اغلى في الشفتين، ولما هروح اتكلم مش هيفهموني والامور تتعقد؟ وقلت لك من الاول ارسل بيد من ترسل، اهو جالك كلام. انا اغلى في الشفتين، انا الغلطان، العيب فيا. جيد للإنسان أن يرجع بالملام على نفسه في كل شيء. تعرفين لو عملنا كده كل مشاكلنا تتحل. دايما كل واحد يقول فلان غلطان وأنا صح، الخناقة شعلة. أول ما الواحد يقول أنا غلطان أنا آسف، تلاقي الدنيا هديت، وتلاقي الطرف الآخر يقول العفو، أنا مش قصدي صدقني أغلطك، صدقني أنا مكسوف منك، مش قصدي غلطك بس احنا فهمنا بعض غلط، وتلاقي الموضوع خلص. جيد للإنسان أن يرجع بالملام على نفسه في كل شيء، بس بشرط ما يكونش نوع من التمثيل والخداع، كأنك بتقول أنا غلطان عشان تفض مجالس. لأن لو كان كده وتقول أنا غلطان فالطرف الآخر قال لك أديك قلت بنفسك، تقول له لا ده أنا كنت بقولها كده، وتندم أنك قلتها. لكن الجميل ان الانسان يرجع بالملام على نفسه وهو حاسس انه غلطان، والمشاكل تتحل. نحميا
لما صلى قال أنا وبيت أبي قد أخطأنا. أنت يا رب سمحت لينا بالسبي لأن إحنا الغلطانين، حاشا تكون أنت غلطان. أنت يا رب سمحت إن فرعون يزود نيره علينا لأن أنا غلطان، أنا اللي وحش. بس يا رب مش عشان أنا وحش الناس تتأذي. ما أجمل الكاهن المتواضع القديس الحلو اللي يقف قدام المذبح ويقول من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. واخدين بالكم من التعبير ده؟ عشان أنا وحش، أنا وحش، هل معنى كده الشعب يتأذي؟ هما مالهم؟ يا رب اعطي نعمتك لشعبك وأنا وإنت نتفاهم بعدين، لكن دلوقتي اعطي نعمة للشعب. انتوا فكركم ان اي حد فينا هو بيخدم يوميا بنفس القامة الروحية ونفس الحرارة ونفس الحماس ونفس الاحساس بربنا؟ ما الواحد ممكن يكون جاي يهدي الاجتماع وهو في حالة فتور وتعبان وزهقان وحد مزعله ولا هو مش مصلي ولا اي حاجة. طب الشعب ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ان مرة يسمع وعظة نارية ومرة تانية يسمع وعظة مطفية؟ فبنقف قدام ربنا يقول له يا رب انا اخفيني خالص، انسى الغلطة بتاعتي، انسى خطاياي، انسى فتوري وجفافي، لكن اعطي كلمة من اجل الناس، اعطي خدمة ناجحة عشان خاطر الناس يستفيدوا، لكن انا ملياش لازمة. فوقف موسى قدام ربنا قال له انا الغلطان، انا أغلف الشفتين. كلمة أغلف يعني أممي، يعني وثني، لأن عكسها مختون. مختون معناها بقيت بتاع ربنا، الختان. فكأن موسى بيقول له أنا كلي مختون لكن شفتي لسه ما تختنوش، عايزين لمسة روحك القدوس يختنوهم. أرميا تكلم عن غلف القلوب في أرميا 9:26، القلب الأغلف اللي لسه لم يتكرس لله. وأرميا أيضا اتكلم عن الأذن الغلفاء في أرميا 6:10، قال أذانهم غلفاء مش قادرة تسمع كلمة ربنا وتميزها. وموسى النهاردة بيشتكي إن لسانه أغلف. أغلف يعني محتاج السكينة بتاعتك يا رب تشرطه كده فيتعاص بدم المسيح فيبقى يخلص. لساني محتاج يتهذب. عارفين البراية اللي بتبري الألم عشان يبقى مهذب وخطه حلو؟ أهو لساني يا رب ده عايز البراية بتاعتك تبريه عشان يطلع كلام حلو ورقيق ومقدس ونافع وباني. لساني يا رب أغلف، عمال يطلع كلام وحش. ممكن تيجي تقطع الحتة الوحشة دي وترميها؟ أنا أغلف الشفتين. الله يقول لك فكلم الرب موسى وهارون، يعني إيه؟ أكد عليه تاني، قال له ما يهمكش حتى لو كنت أغلف الشفتين عندك هارون أخوك زي ما قال له المرة فاتت. وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر. كلمة أوصى معهما يعني اداله الشجاعة والقوة والقبول إن حد يسمعه، كأنه كتب له كارت توصية بس بطريقة روحية غير منظورة. أوصى معهما يعني معناها موسى حتى لو فرعون ما نفذش الكلام على الأقل هيديك فرصة تتكلم، وحتى الشعب لو ما صدقوكش على الأقل هيدوك فرصة تتكلم باسمهم قدام فرعون، وفي الآخر الأمور تتظبط، فرعون ده يضيع وشعب يخرج زي ما أنا عايز. كتاب يقول شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح.
ليه؟ لأن ليس بأحد غيره الخلاص، اسم المسيح يخلص، كل من يدعو باسم الرب يخلص. الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، ويقول معلمنا بولس: ومن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام. الله قادر أن يخلص، لأنكم بالنعمة مخلصون. الله قادر أن يخلص حتى لو كان الخادم بتاعنا أغلى في الشفتين وثقيل الفم واللسان زي ما قال موسى، وقال: لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس. وأرميا قال له: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. لكن ربنا بيسند. أنتوا عارفين خصوصا يسند الإنسان اللي حاسس بعجزه وبضعفه. من آية 14 جاب سلسلة أنساب كده محدودة من بني إسرائيل. هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم. أول واحد بنوا رأبين بكر إسرائيل فلان وفلان وفلان. الآية 15: وبنوا شمعون. والآية 16: بني لاوي. في بني لاوي بدأ يقول تفاصيل عشان يوصل لموسى وهارون، وبعدين ما كملش بقية الأسباط. ليه؟ هو أساسا بيذكر هنا سلسلة الأنساب عشان يركز على موسى وهارون اللي هم مكلفين بهذه المهمة، لئلا يظن ان لاوي هو بكر يعقوب. جاب سيرة البكر رأوبين والتاني شمعون ودخل في لاوي، وراح مركز في لاوي. في مواضع اخرى ذكر الاثناشر سبط وكل سلسلة الانساب بتاعته. ليه ربنا من ان لاخر بيذكر سلسلات الانساب؟ عايز يقول: انا عارفكم باساميكم، وكل واحد فيكم اسمه مكتوب في الكتاب المقدس، وكل واحد فيكم له غلاوة خاصة. في فرق بين واحد عنده ناس بيعدهم بالعدد، يقول لك انا عندي 100 عامل في الشغل، وبعدين واحد منهم يموت نجيب غيره، واحد يستقيل نجيب غيره، واحد مش منتج فنرفضه ونجيب غيره، مش هيأثر كتير. وانه عنده في البيت مراته وعيلين، ده مش بالعدد، ده بالاسم. فاحنا يا رب بالنسبة لك زي النمل اللي ملوش عدد ولا ليه اسامي؟ يقول: لا، انتم عرفتك باسمك انت. الله عندما يذكر اسامينا مش بيتشرف بينا، ده بيشرفنا. في وسط سلسلة الأنساب نوصل للآية رقم 20، ويقول: أخذ عمرام يكابد عمته زوجة له. هنا الموضع اللي ذكر فيه إن أبو موسى تزوج عمته. طبعا الوضع ده كان مسموح قبل الناموس ان حد يتجوز حد، دي ما فيش قواعد كانت بتنظم. لكن من اول ناموس موسى بقى ممنوع ان حد يتجوز عمته. فولدت له هارون وموسى. وبعدين في الآية 22: وأخذ هارون أليشبع بنت عميين نداب أخت نحشون زوجة له. عميين نداب ونحشون ذكروا في سلسلة أنساب المسيح في إنجيل متى، يعني من سبط يهوذا، بينما هارون من سبط لاوي. فهارون من سبط لاوي تزوج بامرأة من سبط يهوذا واسمها ألي شبع. ألي شبع هي بعينها كلمة ألي صبات،
مشابه عاديه لما تتنطق باليوناني تبقى صابات، وهي الاسم اللي بيتقال اليزابيث او اليس، ومعناها الله يقسم يعني يحلف. وهنا زواج هارون من بنت من بنات سبط يهوذا، يهوذا اللي فيه الملك، وهارون اللي فيه الكهنوت، معناها اقتران المملكة بالكهنوت في شخص ربنا يسوع المسيح. ونفس الحكاية اتكررت لما زكريا الكاهن من سبط لاوي تزوج اليصابات اللي هي نسيبة العذراء مريم من سبط يهوذا. الناس تستغرب يقول لك ازاي اليصابات تبقى قريبة العذراء بينما زكريا سبط لاوي والعذراء سبط يهوذا. كان مسموح ان اي حد يتجوز من اي سبط اخر الا في حالات استثنائية يعني يطول شرحها. لكن هنا هارون رئيس الكهنة سبط لاوي كان متزوجا من امرأة من سبط يهوذا. وبعدين في الآية رقم 28 بعد ما قال سلسلة الأنساب هيرجع يلضم في الحتة اللي وقفنا عندها. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلا أنا الرب كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب ها أنا أغلب في الشفتين فكيف يسمع لي فرعون. بيكررها علشان إيه ما يبقاش سياق القصة اتقطعت لما دخلنا في سلسلة الأنساب. طيب لما قال له أنا أغلب في الشفتين عمل إيه؟ فقال الرب لموسى أنظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. كلمة جعلتك إلها اتكلمنا فيها قبل كده، مش معناها إن موسى له طبيعة اللاهوت، لكن معناها أعطي سلطان، زي ما المسيح قال للتلاميذ أعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. وزي ما المسيح نفخ في وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياها غفرت، ده سلطان. ولما قال لهم هتجلسوا على 12 كرسيا وتديدون أسباط بني إسرائيل 12، ده سلطان الله وحده الديان. ولما قال أنا قلت أنكم آلهة وبني العلي كلكم، كلمة أنا قلت أنكم آلهة معناها منحة، مش طبيعتهم هم آلهة، دي منحة من الله. وهنا قال له جعلتك إلها دي منحة. في ناس يظنون ان نفس الكلام مع المسيح، لما اقول المسيح هو الهي يقولوا ايه يعني ما موسى كان اله، قال لهم لا حاشا، دي حاجة ودي حاجة. موسى صار اله لان الله منحه النعمة دي، نعمة انه يكون له سلطان مش انه يكون اله يعبد. اما ربنا يسوع المسيح فهو اله في ذاته، مش حد اداله النعمة، وهو جاء إلينا وإحنا بنسجد له ونعبده لأنه هو إلهنا الحقيقي، مش أخذها منحة. محدش قال له أعطيك السلطان، ده هو اللي كان بيعطي السلطان. محدش قال له جعلتك إلها، ده هو الإله، ده هو اللي كان بيتكلم مع موسى وقال له جعلتك إله. هذه الآية عاملة زي ما جاء في أرمية 1:10 انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. أعطي سلطان كأنه إله، وإله لأنه هيحط الكلام في فم هارون، قال له هو يكلم الشعب عنك
وهو يكون لك ثمن وأنت تكون له إلها. أنا جعلتك إلها لفرعون. فرعون ده اللي عامل نفسه إله، وموسى ده الغلبان راعي الغنم اللي ماسك حتة عصاية جريدة، وفرعون ده اللي قاعد في القصر وعنده الذهب والصولجان والدولة والجيش والمعابد والشعب اللي بيسجد له. أنت يا موسى هتبقى إله لهذا الفرعون. ممكن واحد فينا يكون موظف بسيط غلبان والرؤساء بتوعه بيذلوا أنفاسه، لكن ربنا يديه مهابة في عيونهم ويخافوا منه ويصير في نظرهم كمثل إله، خافوا منه. أنت تصير إلها لفرعون لو تمسكت بالله واتحدت بيه وبقى حياتك مليانة بالنعمة. إلها لفرعون، إذا كان فرعون رمز للشيطان يبقى أنت فوق دماغ الشيطان. إذا كان الشيطان له سلطان فأنت سلطانك أقوى من سلطان الشيطان. جعلتك إلها فوق الشيطان، يخاف منك، هيعكسك زي ما فرعون عاكس موسى، لكن في الآخر ينتهي الشيطان ويندحر ويترمي في بحيرة النار والكبريت زي ما فرعون غرق في البحر الأحمر، وانت تعبر وتنتصر. إلها لفرعون يعني أقوى من المشاكل، إله بتسيطر على المواقف وعلى المشاكل وتحكم. وهارون أخوك يكون نبيا، أنت تتكلم بكل ما أمرك به، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون إني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. كلمة أقصي قلب فرعون أخذناها قبل كده، مش معناها أن ربنا هو اللي قساه، معناها ربنا رفع إيده فبنت القساوة على حقيقتها. هو قاسي طبعه وشديد، وربنا كان حاطط إيده عشان يلينه شوية لئلا يظلم الشعب. لما هو مش عايز يستجيب ربنا رفع إيده. وذكر مرات أخرى أن فرعون نفسه شدد قلبه، مش ربنا اللي عمل كده، بس كأن ربنا بيستغل هذه القساوة لإظهار مجده. يقول وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. ما هو لو كانت قساوة فرعون دي هينة وبسيطة كان موسى راح قال له يا فرعون ربنا بيقول لك خرج الشعب، يقول له مش هخرجهم، فيعمل له حاجة تخوفه يقول خلاص خدهم وامشي، يبقى معجزة واحدة خرجت الناس. لكن لما يكون 10 معجزات كل معجزة أقوى من الأخرى يبقى دي فرصة أن تكسر آيات وعجائب الرب، زي لما قال له إذا لم يصدقوك بالآية الأولى أديك الثانية، ما صدقوش دول أديك الثالثة، لكي أصنع آياتي هذه بينهم. وبعدين يقول لما هعمل آياتي وعجائبي في أرض مصر أخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل. سمى شعبه أجنادي. أجنادي جمع جندي، يعني واحد في الجيش. طب يا رب الناس دول؟ قال دول جيش الرب. حتى الأطفال والنساء يقول دول أجنادي. نحن جنود في خدمة ربنا. ودايما كل إنسان يتجند بيجتهد لكي يرضي من جنده. نحن مجندين لخدمة الخير، مجندين لخدمة ملكوت السماوات،
مجندين لخدمة نشر الحب بين الناس، مساعدة الضعيف. نحن مجندين، عارفين يعني ايه واحد مجند؟ اللي فيكم داخل الجيش يعرف يعني ايه مجند. خلاص اصبح كيانه كله ملك من جنده، نحن ملك الله. اخرج اجنادي. وعشان كده ذكر هذا التعبير عدة مرات في سفر الخروج، يقول هؤلاء الذين اخرج بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم. ومرة تاني في خروج 12:41 أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر، وطبعا خرجوا بأحكام عظيمة اللي هي الضربات العشر. فيعرف المصريون أني أنا الرب. الهدف من الضربات العشر مش الانتقام، ولكن الناس تنتبه ويعرفوا أني أنا الرب. معرفة الله تساوي الخلاص. فعمال يضرب الشعب ضربات عشر ليه؟ عشان يعرفوا اني انا الرب فيخلصوا. خلي بالكم ان في ناس من المصريين خرجوا مع بني اسرائيل وعدوا البحر وعاشوا معاهم وسموهم اللفيف، هنشوفها كمان شويه لما ندرس. يعني في ناس امنت بالرب وبعبده موسى وخرجوا معاهم. فالضربات العشر كانت فرصه للناس يامنوا ويعرفون اني انا الرب حينما امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما امر هو الرب، هكذا فعل. وبعدين يقول وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. طبعا هو ذكر ان موسى قعد 40 سنة في برية سيناء وقبلها 40 سنة في قصر فرعون، وقعد بعد كده 40 سنة يقول في سفر الخروج تثنية 34:7 وكان موسى ابن 120 سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. النضارة يعني ايه؟ يعني الشباب. 120 سنة وربنا مديله القوة، ساعة لما مات كان في منتهى الصحة. 40 سنة في قصر فرعون، 40 سنة في البرية، 40 سنة في الخدمة. العجيب إن موسى له مزمور بيقول فيه إيه؟ أيام سنين 70 سنة ومع القوة فهي 80. قال المزمور ده قبل ما يدعى للخدمة يعني. كأن بنسأله أنت متوقع تعيش كم سنة؟ قال 70 وبالكتير 80. فربنا قال له خلاص هسيبك تعيش 80 سنة اللي أنت مقدرهم لنفسك، ولما يخلص عمرك الافتراضي هقول لك تعال اخدم معايا في الوقت الضايع. فجاله في سن 80 قال له يلا يا موسى نخدم. يا رب ده أنا خلصت. يقول له أنا عايز الخلصان، أنا مش هاخد حاجة منك، أنا هديك عمر زيادة تخدمني فيه. وإذا كنت عشت 40 سنة في البرية وأنا كنت قاصد أربيك